عقدت الساحة الفنية التونسية مساء أمس الاثنين 22 من أوت الممثل سفيان الشعري الذي غادرنا فجأة بعد أن امتدت له يد المنون وهو في عز العطاء الفني بعد أن حقق في السنوات الأخيرة سلسلة من النجاحات المتتالية. كان سيتكوم شوفي حل إحدى أهم بوابات هذا النجاح الذي تواصل عبر محطات أخرى منها المسرحي والتلفزي أيضا. سفيان الناس كل تعرف، صغير يعرف، الكبير يعرف، احنا نعرفوه خارج الكاميرا، خارج التمثيل، كل شيء. انسان طيب برشا، وابار الروح الذيك تاعو يحكم عليها الصغير والكبير في الاكرام. اما احنا نحكموا فيك صديق معنا، مش كيف التمثيل كنا خدمنا مع بعضنا، حتى كان معنا في الفريق الفني مع ريجي جنرال، حتى بدات كذا معنا، دخل معنا في خضرة والكنز مسلسل أول مرة ياخذ دور به بعد كل شيء. وقتلوا والله كلمت قطع من الحبيب، قتلوا والله سفيان ضامر ومتاع تمثيل، خرجوا من الحكاية الترجية ذي غالبا ذيك الدنيا قاعد فيها. عاد شوف حتى حد ما هز معه حتى شيء، الناس تلهف وتجري وتقطيع وتريش وضرب، حتى حد ما يصحى. هاك تشوف فيه فما شيء في الدنيا، ما يبقى شيء. بركة فينا الكل، معناتها في جات موت سفيان موت مفاجأة، الله يرحمه. ممثل فريد من نوعه، معناتها ما يشبه لحد، عمل برشا حاجات حلوين في سنوات قليلة، معناتها شيء كبير عمله، دخل البهجة لقلوب الناس في ديارهم. واشتغلت معاه، إنسان قلبه كبير ياسر، معاشرته حلوة ياسر، الله يرحمه. على كل حال المفيد أنه خلى البصمات متاعه سفيان الشعري، ما مشاش هكاك، فهمتني، وخلى اسم يظهر لي باش يقعدوا يذكروه الناس الكل. طول عمره كان طيب ياسر وقلبه حنين برشا، الله يرحمه. نعم. مدة 8 أو 9 سنين سفيان كان يأثث فضاء، معناها التلفزة، سواء منها الوطنية أو تلفزة خاصة. نعرف أنه سفيان يحبوه الصغار، يحبوه الكبار، يحبوه الناس اللي خدموا معاه، لأنه إنسان ما نجم كان يوفر طاقة بريئة للتونسي واللي معاه واللي دايرين به. وكان إنسان معناها أخلاقه عالية برشا برشا، ويحب الناس برشا برشا، وكريم، وكل الصفات اللي تتمناها معناها تكون موجودة في فنان. فرغم أنه معناها جاء من بعيد، ولكن استطاع أنه يقدم بصمة كبيرة برشا برشا في الأعمال الفنية التونسية. خسرناه، هذيك هي الدنيا. ما والله نجم نتكلم، يا سامحني من الطيب. فيصل بارك فيكم. عايشك يا خويا، شلفتك والله. يعوض علينا الناس كل، وربي يصبر ولده وعمل حبيب وامه والناس كل، حياتنا كل مع بعضنا، خدمتنا كل مع بعضنا. سفيان ما يتنساش، ابار انه زميل، معناتها كبشر كمواطن تونسي ما يتنساش، باهي مع الناس كل، طيب مع الناس كل، حبيب الناس كل، يضحك في وجه الناس كل، عمره ما يتأزم. تأزم منه تقوم يلقاك حتى متأزم، يقوم يضحكك ومعناتها يرجع كأنه شيء، مش ماخذ كأنه حاسس وأنه مش في دوم فيها الدنيا. يا خويا ربي عوضنا عليه، وتختف خويا. الناس مش مستوعب، أنا كان مريتوش البارح ممدود ميت، ما نصدقش بصراحة.
فكلموني قالوا لي راهو توفى. قلت لهم كل عام خرجوا إشاعة في سفيان توفى توفى توفى. ما صدقت كلمه سمعت في الاذاعات. وزاد نعيب على الوطن على الاذاعه الوطنيه البارح وقت اللي سفيان ميت الاذاعات كلها قاعده تعلن وهما عديوا الاخبار كم سي فما شيء. معناتها قعد واحد مذبذب يا صحيح يا ربي لغلط يا ربي. ما صدقنا كان مشينا للكلينيك وجينا للدار معناتها واحد كي شافوا منه ليه باش تصدق سفيان ما يتعوضش ما يتعوضش ما يتعوضش. اضحك الملايين واليوم ابكى الملايين. قدره عجيبه. أضحك الملايين بمواهبه بفنياته بعفويته بقدرته على الأداء وأبكى الملايين على أخلاقه على طيبته على محبته على كرمه يعني الشعوري الإنساني. سفيان كالعمر جاء مرة واحدة ومضى. أنا أكثر من أخوة أكثر من صحاب أكثر من نساب أكثر من هذا كانت علاقة كبيرة وطيدة برشا سلو ديما معناتها في اغلب الحالات في اي واحده نداوم بعضنا اللي خسرت مش بعيد عنده نهارين وثلاث ايام كان بحدانا شق الفطر والبارح شق الفطر معناتها في دار واحد من اصحابنا كان لابس عليه حب ربي يكاو البارح استدعوه اصحابه شق فطر بحذيهم ومن غادي مشى للقهوه شدت الوجاعه وليدي مشى للكلينيك مات مات كهو مات وتوفر حق واحد في دربات ولكن خلى الحمد لله الناس كل خلى بلاصه كبيره ياسر خلى بلاصه نار خليها نار تشعل خليها في العائله الكل نار خليها تشعل في قلوب العباد الكل يحبوه العباد الكل هذا نعرفه صغار وكبار هذا نعرفه تشوينا يا ربي صبرنا يا ربي صبرنا